كل مكان. ذكرنا النتيجة النهائية للثلاث المراكز الأولى بتوقيتهن الزمنية، وأيضا لنعلن عن من فازت في المركز الرابع والخامس. رابعا أتت الكايدة لحزن الرئاسة، وخامسا نبراسة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان. هكذا متابعين الكرام في كل مكان، بعد أن عدنا في مساء يوم الثلاثاء، لابد أن يتواصل من كان يتواصل وما زال يتواصل بالعطاء والاستمرار والإبداع. سالم بن علي الحبسي. شكرا للزميل نايب سعود البلوي. مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام، تواصلنا يستمر في هذه الامسيه، في هذا الانطلاق الرائع عبر الهواء مباشره هنا وعبر قناتي ابو ظبي الرياضيه الناقله هنا لرياضتنا العربيه الاصيله. ثاني اشواط هذا المساء واول اشواط الابكار، اللقايه المهجنات الاصايل الاسير الى الصداره واخذ الشاهينيه اللي في المركز الاول من هجن الرئاسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، بينما نقلتنا مباشرة الى هملولة اللي تاخذ المركز الثاني بشعار سمو الشيخ محمد بن المربى مكتوم آل مكتوم سعيد بن عبيد السبوسي يضمرها، ولكن الدور دور المركز الثالث في هذه اللحظات صبا تاتي لسمو الشيخ سيف خليفة بن سيف آل نهيان. سعيد بن مبارك الوهيبي يضمرها تاتي على المركز الثالث، بينما انتقل مباشرة الى المركز الرابع. مشاهدينا الاعزاء، متابعين الكرام، تاتي هملولة من هجن الرئاسة ليتواجد ظاهر المضمرين علي بن ميل الوهيبي يتدخل في هذه اللحظات لينضم الى المثلث الذهبي، بينما الدخول الى المركز الخامس شروق تاتي لسمو الشيخ احمد بن سعيد المكتوم وسيب خلفان بن سيف الغويص يتواجد هناك في عملية التضمير والتدريب، ولكن هنا سيد القادمة بشعار هجن الرئاسة راشد بن بخيت بن مقارح من قدم لنا مودة في أول أشواطي هذا المساء الرائع. نقلتنا مباشرة إلى أيضا الرقم القادم والاسم القادم هنا من تأتي مشاهدينا متابعين الكرام هملولة أيضا من تتواجد في هذه اللحظات، أو القادمة وبرة من هجن الرئاسة يتواجد أيضا هناك مبارك بن أحمد المايد الخيالي في عملية التضمير والتدريب والدخول، الدخول أيضا من نشوة من هجن الرئاسة عيسى بن أحمد المايد الخيالي في عملية التضمير والتدريب. المركز التاسع شاهينية سمو الشيخ حمدان بن راشد سعيد المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي يضمرها، انتقل مباشرة لياخذ المركز العاشر، وهنا نشوة لسمو الشيخ سيف خليفة بن سيف النهيان سعيد بن مبارك الوهيبي. هذه الأسماء، هذه الانطلاقة، العودة إلى الصدارة، العودة إلى الشاهينية اللي في المركز الأول تأتي بشعار هجن الرئاسة، يتواجد راشد بن محمد بالسم المنصوري في عملية التضمير والتدريب ليكون هو أحد المنطلقين مشاهدين الأعزاء مع صدارة هذا الشوط ومع هذا الانطلاق، بينما المركز الثاني الوصول هناك من هملولة، هملولة من تاتي على المركز الثاني لسمو الشيخ محمد المربى مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي يقدم هذا الاسم. انطلقت هملولة على المركز الثالث تاتي بالشعار الاحمر هنا مع هجن الرئاسة علي بن ميل الوهيبي في عملية التضمير، ثلاثية رائعة هنا، الانضمام من سيدة تاتي بهذه اللحظات لهجن الرئاسة، ايضا يتواجد راشد بن بخيت بن مقارح يقدم هذه الانطلاقة يندفع على المركز الرابع. وصلت في هذه اللحظات وبرة من هجن الرئاسة مبارك بن أحمد المايد الخيلي في عملية التضمير والتدريب، بينما الدخول هنا على المركز السادس في هذه اللحظات الوصول من الشروق لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، يتواجد سيب خلفان الغويص في عملية التضمير، ولكن ينخطف من خلال نشوة لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي البارع يتواجد هنا في عملية التضمير والتدريب. وصلت صبا في هذه اللحظات هناك أو نشوة لسمو الشيخ سيب خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي. دخلنا هنا هذا الكيلو الأخير، انطلقت أيضا هذه الأفكار، اللقاية المهجنات
كرات الأصايل تأتي في أول أشواطها لهذه الأمسية مع انطلاقة شوط المهجنات الشاهينية. تنطلق هناك بشعار هجن الرئاسة ليتواجد المستحيل الراشد بن محمد بسم المنصوري، يأتي على المركز الأول بينما المركز الثاني هملولة وصلت على المركز الثاني لهجن الرئاسة. يتواجد علي بن ميل الوهيبي، ثنائية رائعة هنا مع الحمر الخطر، وصلت سيدة في هذه اللحظات لهجن الرئاسة، وأيضا راشد بن بخيت بن مقارح في عملية التضمير العودة إلى الشاهينية إلى الصدارة الأولى. تهانينا منذ هذه اللحظة نزفها إلى هجن الرئاسة على هذا الفوز والانتصار. هناك الشوط الأول ذهب مع مودة، وشوطنا الثاني ويعتبر أول أشواط المهجنات يذهب مع الشاهينية من هجن الرئاسة بقيادة المضمر المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. تهانينا والناموس ولحظات الوصول هنا مع خط النهاية بكل أريحية. هذه هي الشاهينية تنتزع وتخطف أيضا المركز الأول في أول أشواط المهجنات. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. شكرا يا أبو ذياب على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني وصلت هملولة من هجن الرئاسة. المركز الثالث الوصول في ثالث المراكز مشاهدين الأعزاء اللي هي نشوة من هجن الرئاسة، رابعا وبر من هجن الرئاسة، خامسا سيدة من هجن الرئاسة. هكذا مشاهدينا متابعين الكرام شاهدنا هذا الانطلاق الجميل والتحدي المثير من خلال هذا الاندفاع الكبير هنا لعادة بالتوقيت الزمني. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام هناك الشاهينية هي بطلة هذا الشوط المملوكة لهجن الرئاسة. بالفعل خماسية الماسية تأتي باختلاف الفطاحلة مع هذا الشوط. مشاهدينا الأعزاء جميعها لمؤسسة هجن الرئاسة. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. هنا الزميل والمخرج أسامة الهواري يأتي بالتوقيت الزمني. ما شاء الله تبارك الله، هذه الشاهينية قطعت مسافة 5 كيلومترات 7 دقائق 40 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة الثانية للمستحيل على هذا الفوز والانتصار. شكرا يا أبو دياب. راشد بن محمد بسم المنصور المركز الثاني، وصلت هملولة من هجن الرئاسة بقيادة علي بن يميل الوهيبي 7 دقائق 44 ثانية، وفاء وتماما وكمالا. شكرا للظاهر على هذا الأداء الجميل. بينما المركز الثالث وصلت نشوة أيضا من هجن الرئاسة بقيادة بارع المضمرين عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي، هي من وصلت في المركز الثالث. تهانينا وناموس على هذا الفوز والانتصار. 7 دقائق 48 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.